أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. العالم بعده بيتخبط في تساؤلات كتيرة، وعم بيسأل كل أنواع الأسئلة، ولا سيما في زمن الكورونا. الأعمال والأشغال واقفة، كتير من المدارس مسكرة، الاقتصاد عم بينهار، الأمور مش عم تتطور للأفضل، وحاسين كأنه كل أمر انتهى. العالم اليوم في حالة ذعر وفي حالة خوف. واحد من أكثر الوعود اللي بشجعنا فيها الكتاب المقدس لا تخف. لا تخف مذكورة مئات المرات، وفي كل مرة بيذكرها بشجعنا حتى يكون عندنا ثقة كاملة والاعتماد الكامل على الرب. لكن واحدة من الآيات جميلة جدا في الكتاب المقدس، الرسول يوحنا اللي هو رسول المحبة قال لا خوف في المحبة، وهذا عنوان اللي بدي أتكلم عنه. لا خوف في المحبة، فإن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة. مثل ما ذكرت أحبائي، هاي الآية موجودة طبعا في الكتاب المقدس، واللي عاوز أقوله أنه واحدة من أقوى الأسلحة، أسلحة إبليس، هو الخوف. بخوف الناس بكل أنواع الخوف، وهذا على ما يبدو أنه السلاح الأقوى. إذا بتتذكروا مثلا من فترة كانت داعش بتهدد، وفكرة الإرهاب، إنه ارهب الناس، خلي الناس تكون مرعوبة، خلي الناس تكون يعني عايشة بخوف، عايشة بذعر. الناس مش يعني كل اللي تشوفه خوف أمامها. فإذا هو تشجيع لإلنا إنه ما نخاف. وهذا سلاح الخوف، سواء عن طريق الأعداء، سواء عن طريق الظروف الصعبة أو الاضطهادات أو المقاومات أو حتى الظروف الصعبة اللي بتمر فيها الناس، الكتاب بشجعنا فيها لا تخف، لا تخف، لا تخف. والشيء الجميل لا خوف في المحبة، سواء إرهابي، سواء ظلم، سواء صعوبات، سواء تجارب، سواء تحديات، سواء مقاومة، الخوف من الموت، الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول، الخوف على أولادنا. فالرسول يوحنا جمعها بكلمة جميلة جدا، لا خوف في المحبة. المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. ثم هاي المحبة أحبائي هي فيها ننمو في المحبة، وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة. كلما ازددنا بحضور الله وتمتعنا بهذا الحضور الإلهي، نتمتع ونغمر بمحبته القوية، محبته الجميلة اللي هي بلسم، اللي هي شفاء، تلمس كل نواحي الحياة. ولاحظ الناس اللي عندها محبة، هاي الناس اللي ما بتخاف. مين اللي بخاف؟ المعقد، اللي عنده مشاكل، عنده مشاكل من طفولته، نظرته للناس نظرة سلبية، ربي على دين في خوف، ربي على تعليم في خوف، ربي انه دايما يشك، دايما يتساءل، دايما يقاوم، دايما يفكر الشيء النجس او العاطل في الناس. لكن مثل ما قال الشاعر إيليا ابو ماضي، كن جميلا ترى الوجود جميلا. لما أنا بكون مليان محبة، هاي المحبة بتعكس على الآخرين. هاي المحبة ما بيكون فيها أي رياء، ولا بيكون فيها أي ضعف، ولا بيكون فيها أي خوف. وهاي المحبة بيتكلم عنها الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13، المحبة لا تحتد، المحبة لا تظن السوء، المحبة هي تكميل الناموس، المحبة تستر كثرة من العيوب، المحبة هي شفاء لكل أنواع الأمراض النفسية
والجسدية والروحية. كم من الناس اللي بتحتاج المحبة؟ والناس اللي بتلمس المحبة عادة تشفى نفسيا. تعرفوا الكتاب المقدس بيتكلم في روميا، الله لم يعطنا روح الخوف أيضا للعبودية. روح الخوف هو اللي بيستعبد الإنسان ويصبح مقيد بأصفاد وأغلال وقيود العبودية أيضا. الكاتب إلى العبرانيين بيتكلم بآية جميلة جدا، بقول عن عمل المسيح إنه داس الموت بالموت وهزم الموت طبعا. مكتوب ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. ليه أحبائي؟ لأنه ابتلع الموت إلى غلبة، والمسيح يعني بكلمات أخرى وضع حد نهائي للموت. فإذا الخوف بيستعبد، الخوف بيقيد، والإنسان اللي عنده خوف من الموت، المسيح عالج هذا الموضوع إذ ابتلع الموت إلى الأبد. وفي يوم من الأيام لما منتقابل مع يسوع رح ننظر ونقول أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ بعدين الرب يسوع بيتكلم مع التلاميذ يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. فالناس مرعوبة، مرعوبة في الأنظمة الدينية السياسية الفاسدة، إنه كتير من الناس يعني بتفوت السجون وما بتعرف شو بصير فيها، وكتير ناس عم بتموت وعم تتألم. فعم بيتكلم بقول لا تخف من الذي يقتل الجسد. الرب له السيادة والسلطان المطلق الكامل، هو عنده السلطان إنه انخافه لأنه يستطيع أن يلقي الجسد والنفس كليهما في جهنم. فالناس خايفة من المجهول، لا تخف من المجهول، يسوع هو ماسك بإيدنا. لا تخف من الموت لأنه المسيح وضع حد نهائي للموت. لا تخف يعني لأنه الخوف هو قيود وعبودية. حتى النبي أيوب قال يعني اللي خفت منه أتاني. عارف لما الإنسان بيبتدي يخاف وبيبتدي يفكر بخوف، الأشياء اللي بيفكر فيها، تتذكروا شعب إسرائيل خاف من العمالقة في أرض كنعان، وابتدأوا يتكلموا عن صغر النفس، كنا في أعينهم كالجراد وهكذا كنا في أعيننا. فإذا شافوا أنفسهم أقزام بدل ما أن يشوفوا أنفسهم أبطال روحيا. وهذا الجيل كله هلك ما عدا يشوع وكالب رجال الله. فإذا الخوف تسبب بمأساة كبيرة في هلاك ودمار شعب كامل. فإذا الخوف له مآسي وإله طبعا نتائج، نتائج الخوف مريعة فظيعة جدا. فبنعمة الله لازم ندرك أنه الله لم يعطنا روح الخوف أيضا للعبودية، لم يعطنا روح الفشل. إحنا بنمتلئ من المحبة، بنمتلئ من الروح القدس، بنمتلئ من كلمة الله، بنشهد عن يسوع المسيح. ليه؟ لأن العالم خايف. إحنا رسالتنا أنه الناس تتحرر من الخوف، لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة. المحبة بتخلينا نكون جريئين، بنتكلم بالحق، والمحبة أحبائي بتخلينا نشوف في منظار إلهي، في منظار روحي. مش بنطلع على الظرف ولا المرض ولا الوباء ولا المشكلة، قلبي مليان محبة مثل ما بقول الرسول بولس، محبة المسيح تحصرنا، لأن محبة الله، فإن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فإذا إحنا بنمتلئ من الروح القدس، هو روح المحبة، وهيك بننقذ الناس. وشيء مهم جدا في هذا الموضوع إنه تذكر الرسالة للمؤمن، تذكر إنه أنت ابن، أنت بنت للرب، تذكر وتذكر مركزك في يسوع المسيح. وهذا بيعطينا نعيش حياة الانتصار، حياة الافتخار، حياة الاعتبار، مش حياة الهزيمة والانكسار والخزلان. احنا مليانين بمحبة الرب، وهي المحبة تجاه الناس، لانه المحبة بتطرد الخوف الى خارج. بصلي انه الرب يحررنا اليوم ويملأنا من الروح القدس اللي هو روح المحبة،
نمتلئ بيسوع المسيح. كون شاهد أيضا معنا ومرسل وشارك هذه الرسالة مع الآخرين. الرب يباركك.